طيب لو عايزين بقى ندخل في المشاكل اللي بتتعرض ليها الركبة وتسبب آلام، ونبدأ مع بعض بمشكلة الرباط الصليبي. تمام. الرباط الصليبي هم مسؤول عن تثبيت الركبة، ده وظيفته الأساسية. تمام. هم رباطين، رباط أمامي ورباط خلفي. الرباط الخلفي بتبقى إصابته صعبة شوية، لكن الرباط الأمامي هو اللي بيبقى أكثر عرضة للإصابة، لأن هو بيحصل لفة في الركبة بطريقة معينة، بيحصل خصوصا عند الرياضيين. تمام. بنسمع كتير قوي في، وخاصة مع لعبة كرة القدم، بالظبط جاب رباط صليبي. بالظبط. فما بنبقاش عارفين يعني ايه رباط صليبي، وايه المخاطر اللي بتنجم عن يعني المشكلة في الرباط الصليبي.